بسم الله الرحمن الرحيم. المقطع السابق ناقشت بموضوع كيفية إيجاد المتممات، وذكرنا أنه أهمية المتممات الكومبلمنتس هي تسهيل عمليات السب تراكشن بالديجيتال كمبيوتر، وركزت على نوعين اللي هما باعتبار إذا كان عندي النظام هو النظام الثنائي، فبالتالي راح يظهر عندي المتمم الأول وراح يظهر عندي المتمم الثاني. وذكرنا بشكل عام يعني ممكن أنه أنا أحصل على R كومبلمنت أو R ناقص 1 كومبلمنت. طيب هسه سؤال، ما كيف يمكن انه انا اجري عمليات الرياضيه؟ يعني مثلا من النظام العشري احنا يعني خلينا متعارف عليه يمكن اجراء عمليات جمع، عمليات طرح، عمليات ضرب، عمليات قسمه، وحسب القواعد اللي احنا متعارفه يعني اللي نعرفها. طيب هسه لو صادف انه انا عندي عددين من نظام مختلف، يعني مثلا لو كان عندي مثلا بالنظام الثماني وكانت عندي عمليات جمع، كيف انه راح اجمع الاعداد؟ أو إذا كان عندي بالنظام الثنائي وعندي عملية جمع، أو إذا كان بالثماني لكن عندي عملية طرح، وكذلك إذا كان بالسداسي عشر جمع أو طرح وطرح بالنظام الثنائي. خلي أناقش هذول الأمثلة، زين هذول اللي راح أركزنا بهذا المقطع على الجمع والطرح، والمقطع القادم راح أخذ بعمليات الضرب والقسمة. طيب هسه مبدئيا خلي أفترض أنه أنا المطلوب من عندي هو عمليات جمع، عندي عددين، اول هنا النظام اللي موجود عندي ثمانية. نرجع للقواعد مالتنا، النظام الثماني هو من صفر الى سبعة، او بمعنى انه انا عندي ثمان رموز لتمثيل العدد. النظام السداسي عشر عندي 16 رمز من صفر الى 15. النظام العشري عندي 10 رموز او اعداد اللي هي من صفر الى 9. طيب خلي ابدي هسه بالجمع. العملية الاسهل هي الجمع، باعتبار مثلا هسه إذا أريد أجمع 5 زائد 6 هي 11. يعني خلي أجمع أولا القاعدة مالتي حسب ما أنا فاهم بالنظام العشري، فأقول 5 زائد 11 5 زائد 6 11. طيب بما أن النظام مالتي 8، يعني أنا أقصى عدد أوصل له هو 8 ولازم أحول. يعني شلون أحول قصدي؟ يعني شلون مثلا إحنا من ناخذ الآحاد مالتنا هي من 0 إلى 9، من 0 إلى 9، من أوصل إلى 10 أكتب 1 0 هو يمثل 10، من أوصل إلى 11 1 1، فبالتالي من 0 إلى 9. نفس الكلام هنا، من أوصل بالثماني هو من 0 إلى 7، من 0 إلى 7 هذه مثل الآحاد بالنظام الثماني. من أنتقل للعشرات أنتقل لرمز ثاني، يعني هسه هنا 5 زائد 6 هي 11. أوكي، ما أكتب لي 11 1 وأصعد 1 هنا، لا مو هالشكل، لأن النظام مالتي نظام ثماني، فأقول لي 11 ناقص 8 باعتبار انه انا عندي اقصى عدد عندنا اقصى رموز بالنظام الثماني هي 8، فاقول 11 ناقص ال 8 يبقى عندي 3، فانزل 3 ويقابل هنا 1. يعني ال 11 بالنظام الثماني هي تقابل وكانه 13 بالنظام العشري، فانزل 3 باعتبار 11 ناقص 8 3، وعندي 1 هنا باعتبار انه انا صار عندي هنا عشرات. طيب هسه اجمع، هاي طبعا فارزة، 1 زائد 2 3 زائد 1 4، 7 زائد 5 12، 12 ناقص 8 4، انزل 4 وعندي 1 هنا، فعندي 1 زائد 3 4، 4 زائد 1 5. اذا صار هذا العدد هو يمثل مقدار قيمة العدد الناتج عملية الجمع بالنظام الثماني. طيب خلي اخذ الطرح باعتبار اثنيناتهم دول 8، خلي اخذ الطرح. لو كان عندي 3 7 2 0 5 ناقص 1 5 3 بوين 6. طيب هسه اذا ابدي 5 ناقص 6 ما يصير باعتبار هنا العدد يعني 5 اقل من 6، فلازم شنو مثل ما متعودين بالقواعد الاساسيه بالنظام العشري انه اخذ الدائم من العدد اللي يمه، هذا راح اخذ من عنده من هو الاثنين راح اخذ من عنده 1. اوكي طيب راح يصير هذا هنا 1، هذا الخمسة شنو صار؟ من ناخذ هنا 1 وكانه انا اخذت العدد كله، يعني اخذت وكانه ايش قد 8 بالنظام الثماني، فيصير هذا 8 الخمسة يصير 8 زائد 5 صار هو 13. اوكي زين، 13 ناقص 6 صار 7، خلي فوق بوينت تسلم، اعيد هسه هذه اللي كان فوق. يعني احنا من النظام العشري من ناخذ مثلا لو فرضا هذه 5 واخذت من عندها 1 نقول صارت 15 بالنظام العشري، لكن النظام مالتنا 8
فأقول هذه الواحد تقابل لي ثمانية، يعني وكأنه هي النظام العشرات كلها ما أخذها أنا ثمانية، يعني زائد خمسة صار 13 ناقص ستة سبعة. زين ناسا هذا واحد باعتبار هو اثنين أخذنا منه واحد بقى واحد، واحد ناقص ثلاثة ما يصير، فراح أخذ من سبعة، من آخر من السبعة وكأنه راح أخذ من عدها واحد صارت وكأنه ثمانية، يعني صار واحد زائد ثمانية فيصير تسعة ناقص ثلاثة صار ستة. ستة هذه سبعة أخذنا من عدها واحد بقى ستة، فستة ناقص خمسة واحد، ثلاثة ناقص اثنين ثلاثة ناقص واحد اثنين، فصارت 216.7 بالنظام الثماني. طيب خلينا ننتقل للنظام الثنائي. عملية الجمع هسه أريد أجمع عددين بالنظام الثنائي، عندي واحد باعتبار هاي الإشارة جمع، واحد زائد صفر راح يصير واحد، واحد زائد واحد هنا أنا باعتبار أنه راح يصير عندي واحد زائد واحد اثنين، هنا راح يكون عندي آخر صفر فارزة ويصير انتقل عندي واحد اللي هنا، اوكي. واحد زائد واحد هنا راح يكون عندنا باعتبار اثنين زائد واحد واحد، يبقى هنا عندي واحد، اوكي. زين هنا راح يكون عندي واحد زائد واحد، هنا راح يكون عندي واحد زائد صفر راح يكون عندي صفر، وعندي هنا أنا شنو يبقى عندنا عادي الامور. انتقل عندي صار هذا الشكل حتى لا تخربط الامور بهذا الترتيب، هنا عندنا واحد، واحد زائد صفر واحد زائد واحد، هنا راح يكون عندي صفر يصعد عندي هنا واحد، واحد زائد واحد واحد زائد صفر راح يكون عندي صفر وينزل عندنا واحد، يبقى نزل بهذا الشكل، فصار عندي هذا الناتج مالت القسمة مالت الجمع بالنظام الثنائي. طيب خلي اخذ الطرح نظام الثنائي اللي هو هذا. عملية الطرح لو كان سلي هنا عندنا انه عندي واحد صفر صفر واحد صفر 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 واحد 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 بالإشارة طرح. طيب صفر ناقص واحد ما بيها، فراح اخذ من هذا، هذا راح يصير صفر، هذا ايش راح يصير؟ الواحد وكأنه اخذت من عنده اثنين، يعني وكأنه اثنين زائد الصفر الاصلي، فاثنين ناقص واحد واحد، اوكي. زين هذا صفر ما بي، باعتبار صفر ناقص واحد ما يصير، فايش راح اخذ؟ اخذ ما هذا، هذا ما عنده هو اصلا صفر، فبالتالي راح ناخذ هذا يصير صفر، هذا صار واحد، اخذنا من عنده هذا صار واحد، هذا صار صفر، هذا صفر اخذ من هذا، هذا صفر صار، هذا هنا عندنا هو عبارة عن وكأنه صار اثنين زائد صفر، فاثنين ناقص واحد واحد. طيب هذا اللي هنا هسه باعتبار هو عندنا اصلا اثنين لانه بالاصل يعني واحد، فصار عندي هنا واحد ناقص واحد راح يكون باعتبار هذا هنا، هذا اللي هنا، هذا وصلنا اللي هنا على ثلاثة، راح يكون عندي واحد ناقص واحد راح يكون عندنا صفر. زين وصلنا اللي هنا، هذا نفس الكلام باعتبار من أخذنا هو اثنين زائد صار عندي اثنين صار عندي واحد باعتبار أخذنا البت اللي بصفه، فواحد ناقص صفر واحد، وصفر ناقص واحد صفر ناقص صفر صفر. زين ننتقل نظام سداسي عشر، هل ناخذ عملية الجمع 2A.FF E5.O0. زين الاف تقابل ال 15 واضح، ف 15 زائد 3 18. طيب 18 ناقصها من من 16، 18 ناقص 16 2 وعندي 1، اوكي. زين هسه ننتقل لهنا، انه انا عندي 1 زائد 15 16 زائد 0 16، 16 ناقص 16 0 وعندي 1 اللي هنا، واحد زائد الاي. زين الاي شقابل لي الاي 10 11 صار، زائد 5 16، 16 ناقص 16 صفر وعندي واحد هنا، واحد زائد 2 3، 3 زائد الاي، الاي شتقابل لي عندي اي بي سي دي اي اللي هو ال 14، ف 14 زائد 3 17 اللي هي راح تكون من اجي اكتبها، راح ننزل 17 ناقص ال 16 يعني لازم عندي واحد، مو هالشكل. زين هنا بعد ما عندي عمليه جمع، فاقول اولا ال 17 هي انزل الالف اللي هي 16 باعتبار اخر عدد، وش يبقى عندنا؟ الواحد اللي هو 01. زين انتقل لعمليه الطرح. عمليه الطرح عندنا سلينا، انا اذا اريد اطرح انتبه 3 ناقص ال 15 ما يصير، لازم اخذ من اللي
يبقى هذا صفر شو أخذ من عنده؟ فزين أخذ من الخمسة أوكي؟ هذه صارت أربعة. زين الأربعة وكأنه أخذنا إحنا جزء 16 لأنه قلنا صار وكأنه 16 زائد صفر هذه صارت 16 أوكي؟ زين 16 راح أخذ من عنده واحد، هذا شو يصير؟ هذا يصير هي 3 زائد 16 وهذا راح يصير 15. زين هذا صار عندي هنا عندنا 19 ناقص 15 4. إذا هذه 4 أوكي. هذه 15 ناقص الأفية 15 0 أوكي. زين أنتقل لهنا، هذا 4 ناقص العشرة ما يصير، فأخذ من الإي اللي هي 14، هذه 14 من أخذ من عندها واحد باعتبار هي راح تصير دي أوكي، تصير 13 فصير دي. هذه الأربعة زائد 16 صارت 20، هذه زائد 16، فهنا أنا عندي 20 ناقص 10 تبقى 10 اللي هي من العشرة أي، ودي ناقص 2 الدي ناقص 2 باعتبار هو صار عندي 13 ناقص 2 11 اللي هو يمثل البي. إذا صار العدد مالتي بهذا الشكل، فصار هسه عمليات الجمع والطرح للأنظمة المختلفة كما هو مبين. المقطع القادم راح أخذ عمليات الضرب وعمليات القسمة.